هاي، أنا اسمي جو بديدي، أنا من لبنان وساكن بلبنان وبخدم بالخدمة التبشيرية وبقيادة التسبيح وبالوعظ بالكنيسة، وحبيت إني أنخرط بهذه الدراسة لأنه كنت بحاجة إني أطور بعض المهارات عندي وأتعرف أكثر بطريقة أعمق على الكتاب المقدس وكيف أدرس الكتاب المقدس. دراسة اللاهوت عبر الإنترنت عملت تغيير كتير كبير بحياتي، مش بس فكري بس كمان ساعدتني انه انا اتغير داخليا، غيرت كتير بطبعي، غيرت كتير ببعض المفاهيم يلي كان عندي اياها انا خاطئة يمكن او مشوهة. بس بعتقد اكتر شيء غيرت فيه هذه الدراسة هو موقفي تجاه الاخرين، لانه من خلال فهمي لله ولرسالته قدرت اني انا اكون عم ببني تواصل افضل مع الآخرين بحياتي وبخدمتي. ساعدتني كتير بقيادتي للتسبيح بالكنيسة لأنه قيادة التسبيح بتحتاج خلفية كتابية كمان صحيحة، وهذا الشيء ساعدني كتير. في شخص دايما بيقول أنه كل إنسان مؤمن هو لاهوتي، ليش؟ لأنه نحن بنقرأ الكتاب المقدس، لأنه نحن بدنا نعرف عن الله أكثر، وكل شخص بيناتنا، كل شخص بالكنيسة بحاجة أنه يعرف الله أكثر، بحاجة أنه يفهم الله أكثر. فأنا بشجع كل مؤمن إنه يدرس وإنه ياخد هذه الدراسة بالذات، لأنه هذه الدراسة معمولة بطريقة إنه تساعد كل إنسان عم بيشتغل أو عنده خدمة معينة ما يضحي بخدمته أو بشغله كرمال الدراسة. بالعكس، بتقدر تكفي خدمتك، بتقدر تكفي خدمتك، بتقدر تكفي شغلك، وبنفس الوقت تكون عم تدرس وعم تتعلم أكثر عن الله وعم تفهم كلمة الله أكثر.